مشاهدينا الكرام، على قناة الشعب أنا تشوف تلك المباشر المباشر كتشوفوا وقفة احتجاجية لساكنة المازة أمام عمالة سلا. والحقوق فينا هي عملها هي والحقوق فينا هي عملها هي والحقوق فينا هي العملها 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 هي والحقوق فينا هي والحقوق فينا هي العملها هي والحقوق فينا هي العملها هي والحقوق فينا هي مشاهدينا الكرام على قناة الشعب قناة شوف تي في، وقفة احتجاجية لساكنة المازة من أجل الرخص، باش أنهم يبنوا بعد ما سنوات وهم تيطالبوا بالرخص. Okay.
تقوليش اسمية واخا خويا شنو المشكل ديالكم؟ السلام عليكم، حياكم الله. كيدايرين؟ اسمع عافاك. مرحبا. سير خويا. المهم خويا هادي سميتو هاد المنطقه ديال مازا الشطر 4 والشطر 5، كانامات هما تينتظروا البو سميتو الرخص ديال البناء، وتم التنسيق مع العماله ووجهونا للانخراط في واحد الجمعيه اللي جمعيه سميتها مازا. مشينا انخرطنا النسبه ديال تقريبا واقيلا شي 500 ولا 600 ولا 700 ديال البشر، انخرطنا كاملين في ديك الجمعيه. ومؤخرا هذا النهار الثلاثاء التحقنا بالمديره ديال الوكاله، فاذا به نتفاجأ بان هذه الجمعيه اللي مشينا انخرطنا فيها انها غير قانونيه. السيده المديره قالت لنا بان المسائل القانونيه خاصكم تنسقوا مع السلطه المحليه، والمسائل التقنيه التحقوا بي وانا غادي نتكلف لكم بكل شيء، والناس هما الضحايا وحنا ضحايا ديال السياسه. كاينه جمعيه السلام وكاينه جمعيه المازا. جمعيه المازا ما عندهاش الترخيص، وجمعيه السلام هي اللي كانت تسنى بها، تسنى بالاسم ديالها البلان الكبير البلون الكبير، وتمت الترخيص ديال شطر 4 وشطر 6 و7 و8. بقى المضيفيه ديال شطر 4 وشطر 5، ودابا منين بقى هذا الشطر هذا الملاك شاد عنده ملاك اخرين وما بغاش يعطينا سميتو باش نجهزوا الارض ديالنا، والضحايا هما المواطنين. المواطنين انتم تشوفوا مساكن ضحايا وهما من الفئه الهشه، والله يهدي هاد الناس. والسيد الباشا الله يجازيه بخير مسكين تيضرب معنا تماره وتنسق بيناتنا، ولكن يد وحده راه ما تتصفقش، كان خاص العماله انها حتى هي تعاون معنا وينسقوا لينا ويديروا التواصل ما بين جميع الاطراف، والله يهدي المسيرين ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله. علاش واقفين اليوم اختي؟ اخويا هنا حنا واقفين هنا كنناشدوا السيد العامل الممثل صاحب الجلاله يوقف معنا ناخذوا حقنا، لاننا حنا مظلومين هذه سنين وحنايا واخدين بقاعينا، وملك ماشي شي حاجه عشوائي. وعندنا كنا منخرطين بجمعيه السلام اللي هي جمعيه قانونيه، والسيد ملي وصلت الخدمه لشطر 4 وشطر 5 جينا عند العماله هنايا قالوا لينا سيروا انخرطوا في جمعيه المازا، لجمعيه المازا اللي حدانا تما، وانخرطنا فيها، ودابا هي جمعيه غير قانونيه، والسيد ما بغاش يخدم معنا وما بغاش يعطينا حقوقنا الله ينصرو. وكنناشدو السيد الممثل ديال صاحب الجلاله السيد العامل. في راه يعني نزال الاحتجاجات احتجاجات يعني ديال ساكنه المازا مشاهدينا الكرام. اجي اختي نسولوك، اجي اختي نسولوك واخا اختي فين شنو المشكل ديالكم؟ المشكل اخويا ديالنا هاد شطر 5 ما بغاوش يطلقوا علينا. فين مدينه؟ المازا مدينه سلا. حنا عينينا ما نطلبوا، عينينا ما ندقوا في البيبان، حتى شي باب ما تفتح في وجهنا. فين ما كنطلبوا بحقوقنا كيجريو علينا، فين ما الباب اللي دقيناه ما كيتحلش في وجهنا. فين ما مشينا هو كيقول لك هاد السيد هذا تيقول لك جري طوالك. نعم. تيقول لك هاد السيد هذا تيقول لك جري طوالك، انا ما عندي ما ندير لك، جري طوالك اللي بغيتي ديرو ديرو. اخر مره مشينا عنده رموا علينا الماء من السطوحه وتضربونا بالحجر. حنا راه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، راه حنا تغلبنا، حنا راه كارين ب 40,000 ريال. والماء والضو، واش غادي نخلص الكرا؟ واش غادي نخلص الماء والضو؟ واش غادي ناكل؟ انا راجلي متقاعد. ما عندكش دابا انت باش انا غير كاريه ب 40,000 ريال والماء والضو. وعندك ارضك؟ عندي ارضي باش نمشي نبني فيها باش ما قسم الله، الله يجعلني ما ندير غير براكه ونسكن فيها، ولكن شكون اللي بغى يعطيك الطريق؟ شكون اللي بغى يقول لك يلاه بسم الله سيروا؟ وكلشي حقوقهم مهضومه. ما بغينا حتى شي حاجه من عند شي واحد، بغينا غير حقوقنا. حنا شارين برزقنا، شارين الملك. بغينا غير حقوقنا. كنطلبوا من هاد الناس ومن جلاله الملك يشوف فينا. هادشي اللي غادي نقول. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. كنتشوفوا مشاهدينا الكرام يعني
يعني احتجاجات ديال ساكنات المزة مازة في هذا الأثناء كي تشوفوا مشاهدينا الكرام لازالوا يحتجون أمام عمالة السلع. يعني مشاهدينا الكرام يعني لازالوا يعني هنايا ساكنات المازة يعني واقفين تجين امام عمالة سلا حي السلام، مازالين يعني كيحتجوا مازالين يعني عمرو